تكتيك هجومي خلق مساحة واستغلالها والكرة العرضية وفرصة أعتقد أوفسايد لكن حكم اللقاء يقول لا شيء. إذن أول أهداف اللقاء الحكم مرضيش يصدق على الهدف بس الحكم المساعد بتاعه اللي هو ألم مولباني ولكن شوف المخرج حتى معانا حمد الكواري حاسين إن في حاجة مش طبيعية وأنا كمان معاهم حاسس إن في حاجة مش طبيعية وكذلك رجب حمزة لكن 1-0 للغرافة. حمد الكواري هيكون عنده الخبر اليقين قبل بدر بلال وبرنامج الحكم وخالد جاسم. هنشوف هي تسلل ولا مش تسلل. هجوم عريض خمس لاعبين اوفسايد اعتقد او مش اوفسايد مش هو اللي اوفسايد مش هو عبد الغني مش اوفسايد. ممتازة في كرة القدم القطرية عالية فو يا ولد الله 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 باولو سيرجيو يسجل هدف التعادل للنادي العربي. حلوة 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 شب جميل قوي 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 ربط الحزام وعمل تيك اوف وطلع فوق السحاب. وسامي الجابر احد اهم مواليد منطقه الجزاء فرحان وكانها عداله السماء بعدما تمكن العربي من العوده. حطت جميله 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 الله 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 الولد حطتها كانه بيلعب باسكت وبيحط ثلاثيه. منطقه الرمال المتحركه مستمره وفرصه منطقه الرمال المتحركه ولكن ثابت دائما وابدا النيجيري ايزيكيل في المكان المناسب يطلق صيحه جديده صناعه هدف واحراز هدف. هذا هو الهدف لينجح العربي في ان يعيد الفريق ويعيد نفسه الى المباراه بالتعادل مره ثم الانتصار مره بينما خط ظهر نادي الغرافه في حاله توهان في حاله من الرمال المتحركه. من جديد كانت المحاوله كانت التغطيه من بلال تغطيه وحشه يا بلال التشتيت وحش جدا جدا. هنا الفرصة كانت قائمة في اندفاع الثلاثة اندفعوا في وقت واحد بدون تركيز في حماس في رغبة ولكن في تسرع وفي لمسة يد لم يراها حكم اللقاء الحكم الاسكتلندي كريك تومسون وبالتالي 2-1 لصالح النادي العربي. لكن إلا إذا كان لرجب حمزة رأي آخر ضربة الجزاء ويسجل نيني ويعود بالغرافة ويصدق على أقوال الخبير الكروي الكبير والمحلل السعودي الكبير لقناة الدوري والكأس خليل الزياني أن الغرافة يمتلك أدوات العودة. نعم يعود والعودة بأقدام نيني 2-2